بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد لإرشاد الأكاديمي. إرشاد الأكاديمي الحقيقة بيتضمن أمور عدة ومحاور عدة، من مساندة لإرشاد لدعم لنصح لتوجيه لمساعدة لأبنائنا الطلاب. حقيقة من وجهة نظري برضو أن هذا الدعم والمساندة والإرشاد بيكون أحوج ما يكون له الطالب في المستوى الأول والمستوى الثاني، بيبقى لسه جاي من مرحلة ثانوي إلى الجامعة، فبيبقى عايز يتعرف على الجامعة، حياة الجامعة كلها، من مباني لقوانين كيفية تسجيل لمواد لمقررات المستقبل اللي ممكن يواجهه في كل خطوة من خطواته أو اختياراته، عايز نصح وإرشاد للاختيار بتاعه والتوجيه. ده كله بيبقى محتاجه الطالب في المستوى الأول والثاني. أنا أعتقد أن بعد المستوى الثاني المفترض أن طالب الجامعة موضوع الإرشاد ده ربما يكون في أضيق الحدود إذا كان طالب متعثر أو شيء، لكن هو ده رأيي الشخصي، يعني ربما لا يتفق مع الكثير لكن هذا هو الأمر. يعني بننتقل إلى بعض النصائح والإرشادات، فبنتكلم ربما يبدو غريبا للبعض أن تكون أول نصيحة هي إخلاص النية لطلب العلم. هو طلب العلم محتاج نية الحقيقة أي شيء. يعني الإمام البخاري رحمه الله عندما وضع صحيحه، الصحيح بتاعه بيبدأ بحديث قدامنا قدام حضرتكم، إنما الأعمال بالنيات، إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم. فطبعا وده شيء عظيم وشيء متوقع من واحد بعقلية الإمام البخاري، لأن أي حاجة هتيجي بعد منه بقى، من صلاة لصوم لعبادة لمذاكرة لعلم أي كان، صدقة، أي شيء هيتوقف على النية اللي بيقوم بيها هذا الشخص. علاقة ده إيه بطلب العلم؟ الحقيقة الطالب هو داخل الجامعة بيبقى أول خطوة من خطوات الحياة الجامعية، فلا بد أن يخلص النية إنه بيكون رايح الجامعة مش عشان يعني يعمل صداقات او انه يتعرف على ناس جديده او بيقضي وقت او بياخد شهاده الى اخره. فاخلاص النيه ده ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صلى الله عليه وسلم. فطبعا ده حق شيء جميل، يعني حاجه مهمه. يعني يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر عندما كان هناك اسرى من قريش لم يطلب منهم مال ولا كذا ولا كذا، ولكن طلب من كل واحد متعلم من قريش انه يعلم من الاسرى، انه يعلم 10 من ابناء المسلمين ويجيدوا هذا العلم. يعني فطبعا يعني لم يطلب مال او سلاح او عتاد او حتى يسترجع من كان له الاموال وما كان لهم في مكه، لا، ده طلب ان التعليم. الكتاب بتاعنا القرآن من القراءة، اقرأ وربك الأكرم. فالعلم شيء الحقيقة مهم جدا، ولكن النية لازم تكون واضحة وصريحة، النية تكون الطالب بتاع العلم لما يكون داخل الجامعة نيته يحصل على شهادة عشان يلاقي الشغل، بدل ما يعني يلجأ إلى أمور غير طيبة في طلب المال، لا، عشان يكفي نفسه فهو في سبيل الله. يعني بنيجي للنصيحة التانية، طبعا أنا حاولت أحط يعني شكل يبقى مضحك شوية يرسم ابتسامة على أوجه أبناء الطلاب، اللي هو التحلي بمكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما ده أسلوب حصر وقصر. طبعا أنا لست عالم في اللغة العربية، لكن هو أسلوب حصر وقصر، وكأن البعثة كلها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يتمم مش الأخلاق، مكارم الأخلاق. وده شيء حقيقة، لأن قبل الإسلام كان في أخلاق، كان في شهامة، كان في مروءة، كان في كرم. فمكارم الأخلاق معناها اللي كان شهم يبقى أكثر شهامة، اللي كان كريم أكثر كرما، إلى آخر هذه الأمور. الأحاديث كثيرة في موضوع مكارم الأخلاق، والحقيقة ده شيء لابد أن يتصف به الإنسان بقى، سواء كان طالب أو دكتور أو موظف عادي، أي إنسان. الأخلاق دي شيء مهم جدا، يعني لأن بيها بيرفع الناس أقوام. فيعني لما يكون الطالب كمان والاستاذ الجامعي بيتصف بهذا الامر، اللي المفترض ان كل الانسان لما بيرتقي في علمه المفروض ترتقي اخلاقه. يعني النصيحه الثالثه ده بقى مهم جدا الحقيقه، احيانا بيتكلم عنها كثيرون، وهي موجوده في القران الكريم في القصه اللي حصلت مع سيدنا موسى والخضر او الرجل الصالح. يعني سبحان الله، يعني عندما ظن موسى انه اعلم اهل الارض، ربنا اراد ان يؤدبه ويعلمه،
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أدبني فأحسن تأديبي. فكان ممكن أن الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل إلى موسى فيعلمه، أو يلقي إليه العلم، أو يأتي إليه بعلماء، ولكن الأمر لم يكن كذلك. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى إنه يذهب إلى مكان رجل صالح. يبقى أول درس متعلمه قبل الحكاية دي إن الواحد لا يغتر بعلمه، وإن لا يتفاخر بالعلم، لأنه كله من عند الله سبحانه وتعالى. اللي أعطاه العلم قادر ياخده منه مرة تانية. أدي واحد. اتنين، إن العلم يذهب إليه ويبذل فيه مجهود. يعني وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. يعني مشوار كبير. فلما خلاص وذهب المشوار إلى آخره، لقينا من سفينة هذا نصب. يعني السفر ده كله والمشوار ده كله سيدنا موسى كان راجل قوي تعب. يبقى العلم محتاج مشقة، ومحتاج إن العلم يبقى نمرة اتنين: من واحد عدم التفاخر، اتنين العلم لازم الإنسان يروح يطلب العلم، مش العلم يجي لغاية عنده، لا يطلب، يروح ورا أستاذ ويدور عليه، يطلع المكتبة، يخش على الانترنت في مواقع مختلفة اللي هو موثوقة عشان يدور على العلوم. هيبذل مجهود وهيتعب خلاص. لقد لقينا من سفينة هذا نصب، تعب لغاية لما ارتاح عشان ايه، يلاقي العبد الصالح. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. يبقى أول شرط من شروط المعلم إن يكون في قلبه رحمة، رحمة من عندنا، وعلمناهم من لدنا علما. يبقى لازم يتميز الأستاذ الجامعي بالرحمة لأبناء الطلاب، وإن يكون العلم ده يتذكر إنه من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب تعالوا نشوف الأدب اللي بعد كده. موسى، سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء والرسل، كان يمكن أن يقول للرجل الصالح: أنا نبي الله موسى وكليم الله موسى، وقد أرسلني الله إليك. وهو ده اللي حصل فعلا، المفروض ربنا أمره بكده، ولكن لم يكن الأمر هكذا. فقال موسى: هل أتبعك، يعني من فضلك لو سمحت، على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني طلب العلم يكون بأدب، ما ينفعش طالب يقول لك إيه الأستاذ علمني، قل لي، وريني، مش لا، ده حقي، ده واجبك، حلل قرشك، ما ينفعش. فطلب العلم مع ان ربنا سبحانه وتعالى ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي ارسله، ولكن طلب العلم بادب: هل لك ان تعلمني مما علمت رشدا، من يعني من افضل حاجه عندك علمني. طيب المعلم قال له ايه، او الرجل الصالح؟ قال: انك لن تستطيع معي صبرا. يبقى العلم محتاج ايه، صبر. ربما اشعر منه ان هو مثلا مش هيصبر، او انه حب يقول له من الاول خالص عشان يبقى على نور. يبقى لازم العلم محتاج صبر. يبقى ابناء الطلاب يتعلموا ان العلم محتاج صبر، ما فيش حاجه بتيجي بالساهل يعني. وفسر ده بايه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يعني انت حاجه ما عندكش علم بيها، هتصبر ازاي بقى، بتشوفها ازاي، هتصبر عليها ازاي؟ طب هل سيدنا موسى غضب؟ هل سيدنا موسى لما المعلم قال له كده قال له: لا بقى، طب ده انا ربنا اللي بعتني، طب ده انا كليم الله، طب ده حقك، ده واجبي، ده مش عارف ايه، انت بتقبض عشان تعلمني، ده ربنا هو اللي امر؟ لا، ما قالش كده خالص، وانما قال ايه، قال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يعني هو استعان بالمشيئه انه هيكون صابر. ده مش بس كده، ده شرط على نفسه، مع ان الراجل ما قالوش هامرك ولا حاجه، لا، ولا اعصي لك امرا. يبقى الطالب ما يعصاش لاستاذه امر فيما لو خالف امر الله طبعا يعني. فقال: فان اتبعتني. هنا حاجه غريبه جدا، يبقى من حق المعلم انه يشرط. ما هو شرط على سيدنا موسى اهو، يعني لو هتتبعني ما تسالنيش عن شيء حتى احدث لك منه ذكر، لما انا اللي اقول لك بقى سبب الحاجه دي ايه. فما ينفعش الطالب يبقى قاعد كل شويه في المحاضره يرفع ايده، يرفع، طب انتظر حتى ان الاستاذ يخلص الشرح بتاعه، والله الجزء ده مش فاهمه، طب الحته دي ما كنتش متابعها، الى اخره. يبقى اذا لابد من الانتباه، وان يسمع يعني يستمع الى نصائح الاستاذ بتاعه. وابتدى يتبعه بقى، ومشى في السفينه الى اخر هذه الامور بقى، ولقى السفينه كده. هو اول ما صبرش سيدنا موسى، قال: ستجدني ان لا اصبر، ما صبرش. قال له ايه؟ قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. ما سكتش. فالراجل ذكره المعلم: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتصبر، مش أنا قلت لك؟ فسيدنا موسى استرجع وقال: لا تؤاخذني، خلاص سامحني معلش. ولما مشى وقتل الغلام قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ برضه رجع تاني. قال له إيه؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، مش أنا قلت لك؟ سيدنا موسى بقى في الحالة دي في المرة الثالثة قال له: لا بقى، يعني هو سامحه مره واثنين، في المره الثالثه: ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص يبقى انت قد بلغت من لدني عذر، خلاص بقى انت كده خلاص عملت اللي عليك.
ولكن سيدنا موسى برضه ما صبرش، خلاص، فقال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص. وبعد كده بقى قال له الاسباب كلها اللي عمل فيها، اللي هو خرق السفينه وقتل الغلام وبنى الجدار الى اخر هذه الامور. فدي كلها بتبين اداب العلم جماعه الخير، فيعني ربنا ان شاء الله يرزقنا هذه الاداب سواء كان معلم او متعلم ان شاء الله. النصيحة اللي بعد كده حسن معاملة الزملاء. طبعا الصورة بحط صورة ترسم على وجوهنا البسمة، يعني لا يمكن إن الإنسان يحظى باحترام وتعاون أو مساعدة من الآخرين إلا إذا كان في معاملة كريمة مع الزملاء، لأنك بتشوف الواحد بيقضي في عمله ربما تلت اليوم، يعني من الصبح من الساعة 8 لغاية الساعة 2 مثلا، ساعات طويلة ربما لا يقضيها مع أسرته يعني. فلا بد ان الاشخاص اللي هيقضي معاهم الوقت ده تكون المعامله بينهم كريمه، بتتسم بالاحترام بالود بالتعاون، الى حتى مش شرط يكون فيها حب. طبعا لو دخل فيها الحب ده يبقى شيء طيب، لكن والود لكن اضعف الايمان الاحترام، يعني حتى لو في اختلاف الاحترام. النصيحه اللي بعد كده الاحترام المتبادل بين الاستاذ والطالب. لأن ربنا رفع المكانة بتاعت العلماء، يعني كاد المعلم أن يكون رسولا إلا أنهم لا يوحى إليهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. مش بس كده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنزلوا الناس منازلهم. يعني ما ينفعش طالب جاي داخل على الأستاذ فاتح الباب وداخل كده، طب خبط يا سيدي واستأذن لما يسمح لك أستاذك، ربما يضع امتحان ما ينفعش تطلع عليه، ربما بيتكلم مع زميل في اختبارات أو في شيء خاص، ربما بيتكلم إدارته الكلية، أي شيء يعني، ما نخبط وبنستأذن. ده حتى بقى ده سلوك طبيعي مش مع الأستاذ بس، مع أي حد. فده المفترض، ما ينفعش ينده الأستاذ باسمه، ما ينفعش، ما أكبر منه سنا وأكبر منه علما وفي مقام والده إلى آخره، وأنزلوا الناس منازلهم. فلا بد من الاحترام، لا بد، ولا تكون الصورة على النحو التالي برضه، والعكس ما ينفعش الأستاذ يكون شديد متجهم غليظ القلب والتعامل الفظ. لا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين. فلا بد، لان الاحترام ده يا جماعه الخير رايح جاي، يعني رايح جاي زي الطريق كده اللي رايح جاي، يعني الطالب بيحترم الاستاذ ولازم الاستاذ كمان يحترم الطالب لانه مش صغير، لازم نعامله معامله كريمه زي ابنه. لازم من ضمن احترام الطالب ان احضر المحاضره كويس، ان اروح المحاضره في ميعادي، ان اجاوب على اسئلته، احاول ايسر له الامور الى اخر هذه الامور. هذا الاحترام والود ما بين الاستاذ والطالب هو اللي يسهل عمليه التعليم. نيجي بعد كده الاتقان العمل. طبعا مش زي الصور ما بتوضح كده، لا العكس تماما. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. الحديث ده كلنا حافظينه، بس الحقيقه ما بنفهمش ايه مدلولاته، لان احنا دايما بيجي نتكلم عن الحب، هنتكلم عن الحب، اي الحب ده الدين، ده ديننا كله حب، ديننا هو دين الحب. طب هو تفرق يعني ربنا يحبنا؟ طبعا اللي ربنا يحبه يبقى عد خلاص. اذا احب الله عبدا قال يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبوه، فيحب اهل السماء، ثم يدعو لها قبول في الارض. طول ما هو ماشي بقى في اي حته كده لاموره متيسره. ليه؟ لان اذا ان الله يحب اذا عمل احدكم يعني اذا عمل عملا، عملا دي نكره ما فيهاش الف ولام، يعني اي عمل، يعني اللي بيذاكر، اللي بيدرس، اللي بيكنس الشارع، اللي بيعالج المرضى، اللي بيبني البيت، اللي بيبيض، السباك، الكهربائي، اللي بيربي عياله، اللي بيعامل زوجته، اللي صاحب البيت، المستأجر، اي علاقة ما فيها اي عمل اذا عمل احدهم ان يتقنه، اي عمل ولو حتى كان العمل ده بسيط، لو اتقنه ربنا يحبه. طب وبعدين دنيته كلها تتسهل يعني. طيب النصيحة اللي بعد كده الأمانة، وطبعا على خلاف الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي قد تصدر من بعض الطلاب يعني، لكن ربنا يعافينا ويعافيكم دايما يا رب ان شاء الله. الحقيقة احترام الناس وثقتهم ما بتكونش هبة يعني كده من عند ربنا، لا لازم تكتسب، لازم يبقى في احترام، في استقامة، في أخلاقيات، في أمانة، وده كله عبارة عن دي بتمارس، يعني الاحترام والاستقامة والأخلاق والأمانة دي بتمارس كل يوم في كل الأعمال. ليه؟ تخيل ان حضرتك في يوم من الايام كده اخطأت او ما كانش في امانة، ممكن الحكاية دي توصم السجل بتاعك او الملف بتاعك، ربما لو تقدمت العمل بعد كده ربما تكون هذه عائق
او مانع انك تتقلد هذه الوظيفه، او حتى اذا ما خدوش بالهم ممكن تبقى نقطه ضعف ان اي حد ممكن يهددك بيها، فاكر لما انت غشيت كذا، فاكر لما عملت كذا، فتصبح طول عمرك عبد وذليل لهذه الذله اللي انت ممكن تكون وقعت فيها وزميلك اطلع عليها او الى شيء. زائد حاجه تانيه شرعا، لما انت تغش معلومات وخدت حصلت على شهاده وهتقبض بيها، هل هذا الراتب، انا ما اعرفش، انا طبعا مش مفتي، هل هذا الراتب هيكون حلال ولا مش حلال ولا، فانت هتضع نفسك في امور شرعيه وامور انسانيه كثيره يعني. طبعا واولها كمان انك هتفقد احترام زملائك، يعني تخيل انت زميلك اللي بيغششك او انت بتغششه، هيكون في منكم احترام متبادل؟ تخيل انك لو ليك اخت ممكن اللي غش منك ده تدي له اختك، لو جه يطلبها انت هتروح تطلب من عند تناسبه؟ مش هيحصل، لان كان العلاقه اللي جمعتكم علاقه يعني لا تتسم بالامانه. فالامانه تكتسب، تخليك محترم، ده بيؤدي الى استقامه واخلاقيات عاليه وامانه. نروح للنصيحة اللي بعد كده، هي تسجيل المقررات وفقا لخطة البرنامج الموضوع. الحقيقة أي برنامج من البرامج اللي موجود في أي كلية بيكون مرتب المقررات اللي هي المفترض بتدرس من المستوى الأول وحتى المستوى الثامن. هذا الترتيب ليس عشوائي، ولكن بيبدأ الترتيبات دي بالمقررات البسيطة السهلة، المعلومات الأساسية اللي هي بتمهد لدراسة المقررات في المستويات الأعلى. وبالتالي أحيانا المفروض الطالب بيسجل المواد زي ما هي جاية في الخطة، ده هيسهل أموره كتير في المذاكرة ومش هيخلق عنده نوع من التعارض. ولكن أحيانا الطالب بيصر أو ينصح نصيحة خطأ فيفوت مقرر في المستوى الأول أو الثاني أو الثالث، ويفضل ياخد في المستويات بعد كده إذا كان النظام بيسمح له يعني، والمواد دي ما كانتش متطلب. فيجي بعد كده بقى يجي في المستويات الأخيرة عايز يتخرج، يفاجأ إنه في عنده مادة من بعض المواد موجودة في المستويات الأولى بتتعارض مع المواد الموجودة في المستويات الأخيرة، فبالتالي لا هيقدر يلحق محاضرات ولا هيقدر يمتحن في نفس الوقت الاختبار. فهيكون الحل الوحيد انه يضطر يتأخر عن زمايله فصل دراسي كامل عشان ما يحصلش هذا التعارض. فطبعا يعني ننصح ابنائنا الطلاب انهم يلتزموا بهذا الامر. النصيحة السابعة، عملية الحضور والغياب. الحقيقة ما يكونش الواعظ للطالب والسبب او اللي هو بيحفز الطالب اللي هو التحضير، يقول لك عشان التحضير او عشان مكافأة او عشان كذا. لا، الحقيقه مثلا احنا عندنا مثلا بيكون في مصر الطالب المدرج فيه مثلا 1000 1200 ولا حاجه، نبص نلاقي كلهم او معظمهم حاضرين، ايه اللي جبره مع ان مفيش تحضير؟ ليه؟ لانه عايز يتعلم. والحقيقه انا يعني انتهز هذا الموقف، يعني انا الحقيقه شفت موقف لن انساه ما حييت، في احد في كليات النظريه في اسكندريه، جامعه اسكندريه، دخلت كان مبنى كليه التجاره او حقوق او اداب، حاجه من الثلاثه يعني بنسميه مجمع النظري، فوجدت المدرج ممتلئ عن اخره الافات. لقيت في طلبة قاعدين جنب المدرج من بره على الرصيف، على الرصيف، وبيقولوا لزمايلهم اللي في المدرج يفتحوا الشبابيك اللي جنب السماعات عشان يسمعوا المحاضرة، فين؟ على الرصيف من بره. الحقيقة موقف لن أنساه ما أحد. تخيلوا بقى الطلبة اللي قاعدين على الرصيف بره، ولاد وبنات، دول عشان هيسمعوا المحاضرة من بره المدرج من السماعة، دول طلبة أكيد يعني في طالب حرص على علم أكتر من كده وفي الشارع قاعد يسمعه من بره؟ لا في تحضير ولا في غياب ولا في حد شايفه أساسا. فالحقيقه يعني طلب العلم ده يعني المفروض يكون حافز لوحده، لان هو ده اللي هيرقى بيك في المجتمع يعني. نمره 8، نسينا نقول ان الحضور والغياب، طبعا في طلبه اللي لا تلتزم بالحضور فبيكون النتيجه في الاخر ان هو حرم ممكن على ساعتين او حاجه زي كده، فطبعا ما يبقاش هو الدافع ليك انك التحضير عشان المكافاه او عشان ما تتحرمش او كده. لا، الحضور المحاضره في حد متاسف الحضور المحاضره في حد ذاته اكيد هيخليك تستفاد، يعني الطالب الحريص على ان هو يحصل يعني تقدير عالي غالبا ما بيكونش بيغيب. وممكن لو عملنا حد بقى عمل دراسه هيلاحظ ان الطلبه متفوقين نسبه غيابهم اقل، انا اعتقد كده من غير ما اعمل انا الدراسه دي يعني. نمره 8، الانتباه والتركيز اثناء المحاضره. طبعا شكل يعني مضحك شويه، الحقيقه دي بقى علاقه متبادله، يعني الاستاذ المقرر لابد برضو انه طريقه عرضه وطريقه شرحه لازم تكون شيقه، يقطع الشرح في النص بدعابه او فكاهه او اي شيء بحيث ان هو يخرج الطلبه من جو الملل او الرتابه، يخليهم يبقى فيه دايما نشاط الى اخره، ويحاول يشاركهم في الشرح في الاسئله في جو المحاضره، يبقى في نوع من المرح في حدود طبعا يعني، بحيث ما نوصلش الامر ان يكون الطالب بهذا الشكل. طب ودور الطالب؟ ما ينفعش يبقى سهران طول الليل ويروح الصبح المحاضره عشان ينام،
يعني ده برضو مش مقبول، يعني هو كده بيتحضر، هو كده حضور، يعني هو كده ممكن ما يكونش غاب ولا مرة على الورق يعني، لكن هو الحقيقة ما سمعش ولا محاضرة بالشكل ده كده، ويقعد يحلف 100 يمين والله انا كنت حاضر ما غبتش ولا مرة. ايوه يا سيدي، بس انت كنت عقلك في حتة تانية يعني، ده اذا كنتش انت نايم في المحاضرة يعني. طيب نمرة 9 بقى، نبدأ خلاص خلصنا المحاضرات والطالب راح البيت، لابد انه يختار المكان المناسب. طبعا ما اقصدش نفس الصورة زي ما هي كده يعني، منظر ما شاء الله يعني، كأنه في قصر او في مكان فاخر يعني، حتى المكان لو كان بسيط، بس المهم يكون ولو ركن في الاوضه كده يكون مهيأ، ده بتاع المذاكره يعني، عليه الكمبيوتر، وصله الانترنت، الاباجور عشان اضاءه كافيه، او الشباك جنب شباك، الادوات المكتبيه كلها تبقى جنب عشان في متناول اليد، الكرسي يكون كرسي صحي بحيث عشان يعمل سند للظهر والرقبه بحيث الطالب ما يعانيش الى اخره، يبقى مكان مهيأ فيه هواء متجدد، اضاءه كافيه الى اخر هذه الامور، بحيث ان المذاكره ما تكونش ممله. وحبذا لو هو كل فصل دراسي ممكن غير وجه المكتب، بدل ما هو الناحيه دي يبقى الناحيه الثانيه وهو يقعد الناحيه دي اذا كان في امكانيه، بحيث ان هو يكسر هذا الملل. نصيحه رقم 10، ان ما ينفعش يذاكر عشوائي يجي قاعد كده ماسك اللي يطلع في ايده ويقعد يذاكره، لا، لابد ان هو يضع جدول بالايام وبالمواد بحيث ان هو يبتدي يذاكرها بترتيب معين. طبعا انا افضل، واعتقد العلماء كمان بيفضلوا كده، ان نقول نسبه التركيز بتاعه اي انسان بتفضل الانسان مركز قوي 15 او 20 دقيقه على قد ما انا فاكر يعني، وبالتالي يجب ان يكون يقسم الماده بتاعته، يعني لو الماده فيها طويله شويه مثلا 10 صفحات ولا حاجه، ممكن يقسمهم على 3 مرات او على مرتين، بحيث ان هو يذاكر تلت ساعه ويقوم وقت زي ما هنشوف دلوقتي، بس الجدول ده يبقى موجود بحيث الماده اللي يخلصها حط علامه صح عليها عشان يبقى عارف ايه اللي خلصه وايه اللي باقي. نيجي بعد كده اوقات الراحه، لابد ان بعد الربع ساعه او التلت ساعه لازم يقوم من على المكتب، لابد ياخد له 10 دقائق او 5 دقائق، يشرب مشروب منعش، حاجه دافيه، يشرب عصير، يشرب اي حاجه، المهم ان هو يخرج من، يحرك جسمه شويه، يعمل تمرين رياضي الى اخره، بحيث ان هو يقدر يستعيد نشاطه مره اخرى. النصيحه اللي بعد كده اللي هي استخدام كافه الحواس، في تمرين بيسموه تمرين البرتقاله، يعني انا لو حطيت الصوره دي بتاعت الايس كريم وقعدت عمال اشرح عليها، خلاص عمر الطالب ما هيستوعب كل اللي فيها غير لما انا اجيب له ايس كريم فعلا، انا طبعا بقول مثال يعني، ويبتدي يمسكها بايده، يبقى كده حاسه اللمس، ويشم الريحه بتاعتها، تعمل عنده ذكريات، لو خصوصا كمان لو هو شارك في عملها او شاف الفيديو اللي هو بتتعمل فيه وبعدين شاف الالوان بتاعتها، يبقى حاسه البصر اي بالشكل ده كده، خلاص شاف هي جايه منين الى اخره. طبعا حاسه السمع هنا مش موجوده يعني، مش هتبقى كده، الطعم بتاعها يبقى الحواس بتاعتنا الخمسه لما يوم جاي مشارك في 4 حواس اللي هو البصر والشم واللمس والتذوق، ده كده عمره ما هينساه يعني. لو انا جبت صوره البرتقانه وواحد قلت له اتكلم عنها، غير لما اجيب له برتقانه في ايدي ويمسكها وبعدين يقطعها نصين فيشم ريحتها وبعدين يدوقها، ده خلاص انتهت بقى الموضوع ده انتهى. طب ده علاقته ايه؟ طبعا مش كل المواد هتبقى كده، بس اذا كان في امكانيه ان الطالب يشارك او يشوف او يشوف فيديو او يركب حاجه بايديه او هو اللي يرسمها او هو اللي يشارك فيها او يشوفها حتى بتتعمل ازاي في فيديو قصير، الكلام ده كله حتى ممكن نعمل الحكايه دي بالمعامل الافتراضيه. وعشان كده اذكر هنا كمان ان دور السينما الجديده الحديثه كعامه اللي هو 3 دايمنشن، البعد الثالث بالنظارات، لا ده دلوقتي كمان بقى فيه البعد الرابع، ليه؟ عشان يشعر المتفرج بكل حاجه، الجو بتاع الفيلم، فتلاقي الكراسي بتتحرك مثلا، لو راكب طياره يلاقي الكراسي بتميل زي الطياره اللي في الفيلم ما بتميل، لو في هواء او حاجه زي كده يبص يلاقي في تيار هواء جاي عليه الى اخره، فبيعيش التجربه كانه عايش جوه الفيلم فعلا، وطبعا بتبقى تجربه لا تنسى. النصيحة رقم 13، لو عايز الأمور تبقى سهلة على حضرتك، حاول تخلي أي موضوع بتذاكره تعمله زي خريطة ذهنية، بتحط العنوان الرئيسي هنا، وطبعا بيعتمد على الشكل والألوان، بتبدأ بخط سميك شوية ويبتدي الخط يرفع وتتكتب الحاجة فوق منه، ولو وحبذا لو حطيت صورة، فبتتكلم على موضوع معين بتحطه هنا، بتشوف هو بيتكون من كام حاجة فرعية وكل فرع بيتكون كده، طبعا الحاجة الفرعية دي بكل لغاية الآخر لازم تمشي بنفس اللون. الالوان بتثبت في دماغ الشخص، يعني لقوا ان الرسومات والالوان تثبت المعلومه في الذاكره المدى اللي هي بتاعت المدى الطويل، فبتقعد ايه يقدر يستدعيها في اي وقت، ويفضل هو اللي يعملها. الخرائط الذهنيه بتتعمل باليد او بتتعمل ببرامج الكمبيوتر، وفي منها مجاني وفي منها اونلاين. نيجي بعد كده نسيق رقم 14، التلخيص. الحقيقه البرت اينشتاين قال ان لم تستطع ان تلخص المعلومه فانت لا تفهمها، ودي حقيقه.
فلو في عندك موضوع معين عبارة عن صفحتين ثلاثة تحاول نلخصه بالشكل ده هنا زي كده في نقاط، وبرضه بنستخدم الألوان، أو في شكل خريطة ذهنية أو في شكل جدول للمقارنة. أنا شخصيا بفضل الاثنين دول، يا الخريطة الذهنية أو جداول المقارنة، لأن جداول بكلمة مقارنة يبقى بتحط أوجه تشابه وبعدين بتحط أوجه اختلاف، وبالتالي يبقى أنت بتستغنى عن كل الكلام الكبير ده خالص. يعني ممكن تستغنى عن موضوع أو شابتر كامل، فصل كامل في خريطة في صفحة واحدة A3 اللي هي الكبيرة، أو في جدول كبير بالعرض A3، وبالتالي هو ده اللي بتذاكر منه. طبعا ده هيسهل لك يوم الاختبار، لأن مش هيبقى عندك وقت تذاكر 100 صفحة، إنما تقدر تاخد 10 صفحات من دول تستجمع فيهم المعلومات بتاعتك. رقم 15، بعد ما بتخلص لازم تحاول تحل أسئلة أو تمارين، سواء كانت رياضة، فيزياء، كيمياء، بيولوجي، أي حاجة بتحل أسئلة على المادة اللي أنت ذاكرتها. ده كله بيثبت المعلومة عندك ويخليك أنت جاهز للاختبار في أي وقت. النصيحة رقم 16، المراجعة. لازم المراجعة الحقيقة بقى هنا هيجي دور الخريطة الذهنية والجداول. المذاكرة جت في الأول والتلخيص جه في الأول خلاص، وقت الاختبارات ووقت كده ما بيكونش فيه وقت، فبالتالي لازم بيبقى فيه المراجعة دي من وقت للتاني، ولو حتى بسماعة فيديو بحاجة صوتية. ده بيخلي الواحد جاهز الطالب للاختبارات اللحظية والمناقشات إلى آخره، وطبعا دي بتبقى محتاجة ترتيب، ما بتحتاجش بقى المنظر يكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. رقم 17، التعليم التعاوني. لقوا معظم العلماء بالدراسات إن الواحد لما بيجهز، لو أي طالب جهز قسمه مع بعض موضوع معين، كل واحد بياخد فقرة مثلا بيجهزها ويشرحها لزمايله، لقوا إن الحكاية دي بتثبت المعلومة لا تنسى على الإطلاق. يعني منها بياخد ثواب في زميل ليه اللي ما قدرش يفهم المعلومة دي، فهو بيجهزها ويشرحها له، وبالتالي عمره ما هينساها. وأخيرا رقم 18، هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأي طالب هيحسن في عمله، مش المقصود هنا إن هو يعمل يشتغل كتير أو يذاكر كتير ويحضر كل يوم وما بيغيبش، لا، يشتغل فعلا إن هو يبلغ حد الإحسان. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال عجبا للمؤمن لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، فإن كان خيرا فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني بعد ما بتعمل اللي عليك كله، سيب الأمر كله لربنا، وأي شيء هيجيبه لك لازم تتقبله بصدر رحب، لأن ده بيبقى قدر ربنا. لكن لازم تحط في حسبانك هذه الآية: إذا أحسنت في عملك، والإحسان إنك تتقن، هو حد الإتقان، إذا أحسنت في عملك فتأكد 100% إن الجزاء هيكون من جنس العمل، وهيكون الجزاء هو الإحسان. وفي الآخر بنتمنى التوفيق والنجاح، ومش بس في الكلية، وما بعد الكلية لأبنائنا الطلاب، ويحفظهم من كل سوء إن شاء الله، ويحطهم كل واحد في المجال اللي يقدر يحبه ويتقن فيه ويكون بارع فيه، عشان ينفع نفسه وينفع أسرته وينفع وطنه بمشيئة الله. شكرا، وأترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.